لحد الآن الوزارة مازال يعني التحريات مستمرة والتحقيق مستمر من أجل تحديد المصدر ديال هذا الموضوع اللي تم النشر دياله في المواقع الاجتماعية وتحديد المسؤوليات. وملي غتوصل الوزارة بطبيعة الحال النتيجة ديال هذا التحقيق غتخبر الرأي العام التعليمي والوطني على النتائج ديال هذا التحقيق. قبل ما تخرجوا تابوناو في لاشين ديالنا سور يوتيوب وبارطاجيو لو كونتوني في لي ريزو سوسيو وبلا ما تنساو ديرو جيم ولا بغيتو تشوفوا شاشه تشوف تي في ان سامبل كليك في هاد لو بوطون وما فيها باس الا خليتو شي تعليق تعبروا فيه على ارائكم اقتراحاتكم وحتى انتقاداتكم.